منعنا يا سفيان. هاي سيدي قال لك واحد يكره مرته وخاف منها يرعش 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 في كل صلاة مسكين وين يصلي يا ربي هزها يا ربي اقتلها يا ربي هزها يا ربي اقتلها بسم الله لمريتي. عاد نهار هو بدي بش يصلي وهي دخلت شافها ما نجمش يدعي قالوا يا ربي كما تفهمنا عادة. برافو سفيان سعدي مضحك شلا سعدي. واحد مرته مغيارة برشا 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 طلبته بالتليفون قالت له وينك سي الشباب توا؟ قال في الجامعة نصلي. نعم هاي ترى عدي لي الإمام. قالت له ما صدقتوش خطو مغيارة علي برشا أصرفيت أوفيت نتالة. قال هنصلي. قالت له عدي لي ترى الإمام. أي شكرا شكرا. هاي فما الزوز سرقوا شكارة بتاع بورتغال فهمتني ولا وهربوا ويمشي ويقسموا الشكارة مشاو للجبان فهمني. هم دخلوا تحت الجبان وباب الجبانة سكروه بدأوا يحسبوا انت زوز وانا زوز انت زوز وانا زوز هكاكم تعدي واحد يسمع في الجبانة انت زوز وانا زوز لقى ودنه انت زوز ترعش بدي يخاف كله عمل هكا بشي الإمام جاب الإمام وجه الإمام دل راسك مع الجماعة انت زوز انا زوز انت قال له يظهر لي منكر ونكير قاعدين يقسموا في الموتى فهمتني هكاكو كعبتين بردقان بشو كركبوا تحت الباب فهمني وقال اسمع حتى كزوزة تحت الباب جيبهم ليه شبيك يا زعبة ليه ضحكت سعدي سعدي ضحك نكتر بلي سعدي وسفيان ما ذكرتني بخبر رهبط نحب نقول عليه في نشرة الأخبار هكا سقطت طائرة ركاب هذا اليوم فوق مقبرة وتم العثور على 6200 ميت إلى حد الآن. فوق جبانة وعثروا على 6200 ميت يا أخي فما طيارة فيها 6200 ميت. فما جبانة سعدي نكتة سعدي نكتة. أنا أرقى أنا. كان يمشيان تحت المطر فقال لها مبتسما هل جربتي هذا الشعور من قبل؟ قالت له ليه كلهم عندهم كراهب كان انت مرمتني الله يهلك. مراه كبيره مراه كبيره اول مره اول مره في حياتها تركب الطياره مره مراه كبيره كي نكت انا خلي على الاقل 10 سكونديت باش ما تركبش على النكته نتاعي حتى العباد تضحك تقص عليها يلا هذاك هي اللي كيفاش تعلم كيفاش ما شوفوش ما يتسمى شوفوش ما نعمل بيان شوفوش ما يتسمى هذاك نعمل بيان مراه كبيره اول مره تركب في الطياره قالت البنت قومي عاوني لوتس. واحدة قالت لصاحبتها راجلي سافر لألمانيا باش يعمل عملية على القلب سيب بنات ألمانيا الزين والعين وقال لي أبعث لي تصويرتك. قالت لها صاحبتها بالك باش يوريهم سبب مرضه. حلو تعال واتساب حلو 10 ثواني قعدت نساء وليد نضحك علي يلا أستاذ سفيان. أي واحد مذكر جاه سؤال في الدفوار في دفور التاريخ اذكر احداث غزوة احد كتب لهم والله من الغبرة ما ريت شيء يضحك سعدي كونغورو روح لا 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 نضحك نكتة لك قديم كونغورو روح سكران قال مرته وين ولدك قالت له هو في جيبي اعطاها كف قال فت لك معاك انا كونغورو قال لك روح سكران قال مرته وين ولدك قالت له هو في جيبي اعطاها كف قال ما تنسى فت لك معاك انا حتى الرديف ضامر يلا حلو حلو والله واحد مروح مروح من بحث اصحابه كلم مرته وي مدام هاي سخن الماء انا جاي فهمتي ولا الرجل قال له والله تك صحه فهمتي ولا هيك المراه تسخن لك الماء ما قال مش نغسل المعون بالماء البارد قديمه شوي قديمه برشا يلا سعدي منعنا شو غلفوها راجل قاعد مع مرته راجل مش قديمه قديمه على الاخر امشي سعدي راجل قاعد مع مرته يتفرجوا في التلفزه قالها قلبي قلت له انت قلبي وروحي قالها قلبي 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 قلت له انت عمري مات الراجل هي ما زالت معشقه وش هذا التوجيع في قلبي يلا سفيان واحد قال الواحد اخر زعما قداش وقته قال له والله ما نعرف انا 6 و 4 انا عندي طريقه اسمع ما عادش تقص عليا عطى الوقت قلت على الوقت ما عادش تقص عليا والله ما تلفت غادي بني سد على الوقت اي به يلا بس فيك على الوقت احنا قاعدين نكتو تو سفيان عاود يلا سفيان وقتها واحد قال الاخر زعما قداش الوقت قال والله لا نعرف 6 و 4 اما
لا 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 واحد قال الاخر زعما قداش الوقت يمشي سفيا استنى فيه هذيك يستفز فيا يلا سفيا كمل سفيا واحد خزر الواحد قال له قداش الوقت مرر قال النقطه اما عقل والله ما نعرفش ما عندي طريقه نعرف بها كيفاش الوقت نظفر شنو استغرب صاحبه قاعد بيت قال له شنو نظفر قال له لحظه تشوف وبدا يظفر عمل هكا وطاح يزفر يعاود لي انطلت عليه مرأة كبيرة في الشباك قالت لهم يا ولاد شو بيش يقول فمي لازم انت عصبع وتزفر برافو برافو ايش دي قالها بش نجي نخط بكليلة النص طارت من الفرحة مشيت تجري قالت لمها اخي قتلها هيا ما لعيش بنتي لازمك تنظف الدار كله وتغسل الردويات والزربية والسالة وما تنساش الممشي وباب الدار كلمته قتل دارنا ما حبوش يلا اخر نكتة صوفيان وبعد سعد اخر نكتة يلا قالك فم واحد فد متخرنين متعمرت وتخنق خلق وقال لأمه نحب ناخذ واحدة بكوشة شوفي لي واحدة بكوشة هيا داره فهمتي ولا داره على البحر لا لا لوجه واحدة بكوشة ومشى وخطبوها له بعدين هاي ذات بعثت له جوابتي أربع واد وشمس السيد بعد حير نادى اخوه الصغير باش يفصل له الحكايه قال له هذيك قتلك نتقابلوا الاربعه نتاع العشيه في الغابه فهمني هاي مشى للموعد وهز مع اخوه باش يترجم له باش المشكل يحل شويه باش الاربعه بعثت له ورقه فيها معناها اربع واد وشمس وكحشك زقه صغيره تاع تاع عصفور قال له ديجا انا وفيت قال له اش قال لك قالت لك نتقابلوا غدوه الحي الاربعه نتاع العشيه في الغابه وبالله ما تجيبش اكسكت يلا اخر نكته سعدي المعلم قال ما يا الاولاد شكون يعطيني انشوده على العوده المدرسيه لفت واحد قال له سيدي اهلي غصبوني حليلي وما عينيش قال لك شيطان دخل في واحد تونسي شيطان دخل في واحد تونسي وعاود خرج سالوه شبيك خرجت لاباس قال ما بني ريه الصباح ياخذ رشوه العصر يصلي فيه حاضر في الجامع في الجر بيروي في طرف زتله فوق البيرو كتاب قران مرته ملبسها حجاب وهو يجري ورا النساء عنده سبحه في الصباح يسبح بها وفي الليل يشتح بها يشرف الشراب ويتقرع يقول الحمد لله يصوم رمضان وفي الليل يقمر عامل حجه وحاجته دفع فيها رشوه بالله العظيم لا فهمت شيء انا اللي لابسه ولا هو اللي لابسه برافو 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 اي عاد قال لك مزدول شاف واحده ضعيفه برشا برشا قال لها بربي شنو تخدمي قالت له عارضه قالها في انا استاذ فاصل ثم نعود لامير الشعراء